هذا المعرض في النسخة ديالو الرابعة كيجي من بعد واحد التوقف اللي دام سنتين اللي خلات هاد الحرفيين والمهنيين مطاطشين باش يتلاقاو مع الزبناء ديالهم، باش يتلاقاو في هاد الفضاءات هادي. أظن بأن الأوراش المفتوحة على مستوى أكادير وعلى مستوى الجهة ديالنا فهي مهمة جدا، وهاد المحطة وهاد المعرض هذا اللي فيه حرفيين ومهنيين وصناع تقليديين اللي عندهم علاقة بالبناء وعلاقة بالتجهيز، ما يمكن ليه إلا يخلق واحد رواج اللي كننتظروا بأن هاد السنة إن شاء الله الرحمن الرحيم يكون فيها واحد دينامية وحركية وتجارية، تكون إن شاء الله الرحمن الرحيم تلبي الرغبات ديال هاد الحرفيين والمهنيين اللي طال انتظارها. إذا نحن في النسخة رابعة ديال البناء، مهن البناء والتجهيز، واللي الشعار ديالو بين التحديات البيئية وآفاق الطاقات المتجددة ومستقبل الرقمنة في البناء، يعني هذا شعار اللي هو كبير، والكل كما كتعرفوا في الطاقات المتجددة والرقمنة اللي طغات وخصوصا بينات على الجدارة ديالها وعلى الأهمية ديالها من خلال هذا الوباء هذا اللي اضطر بواحد الشكل كبير على القطاعات جميعا ومنها قطاع ديال الصناعة التقليدية. إذن كنتمنوا لا العارضين ولا الزوار معرض إن شاء الله الرحمن الرحيم يكون ناجح، وكيبانوا لنا بأنه ناجح لأن المعايير ديال كي تحطت الأروقة والديكور ديالو كيخلي الحرفيين والمهنيين إن شاء الله الرحمن الرحيم يكونوا متفائلين خيرا وشكرا. باش كيتميز هاد الدورة مقارنة مع الدورات السابقة؟ هاد الدورة كما قلت لك راه التوقف ديال عامين، راه كاينين واحد المجموعة ديال المستجدات كما شتي الشعار الرقمنة، فهو كيخلي أن هاد الدورة أن الناس يحاولوا باش يفكروا كيفاش نسوقوا المنتوجات ديالنا عبر الرقمنة وعبر المواقع الحديثة. إذن هذا هو الخصوصية ديال هاد الدورة هذه. بسم الله الرحمن الرحيم. عبدو محمد، مدير شركة كادينوفا. الكادينوفا ديال اللي كدير لاميناجمون انتيريور اي اكستيريور. اكستيريور يعني كنديروا لابياج ديال لي فاصاد بلاليكو بوند وبالميل ريدو، وكنديروا حتى لي زونسين. دونك المشاركه ديالنا في هذا المعرض كانت فرصه، في الواقع فرصه، لان علاش؟ حيت حنا يلا خارجين من الجائحه ديال كورونا، اولا بالاحرى باقي ما خرجناش منها 100% يعني نسبيا. دونك كيخص تكون واحد الانطلاقه، وبالنسبه لي انا هذا المعرض هو انطلاقه من بعد هذه الجائحه هذه. المعرض راه تقريبا راه في المستوى، في الواقع في المستوى اللائق، وكنتمناو انه من هنا لقدام يكون في مستوى اكبر من هكا ان شاء الله، لما تزخر به الجهه ديالنا ديال سوس ماسه من مؤهلات ديال يعني كاين الصيد البحري، كاين السياحه، كاين الصناعه، كاين الخدمات، كل شيء موجود هنا. يعني اللي المطلوب هو ان المسؤولين انهم ياخذوا بيد هاد المقاولين هادو، ياخذوا بيدهم نظرا للظروف اللي مروا فيها اللي مر فيها العالم كامل بإسره بعد الظرف هذا الشيء ديال الجائحه ديال كورونا. بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.